مثل ما وعدتكم الأسبوع الماضي، من اللبن أو الزبادي اللي حضرناه رح نعمل أطيب لبنة بالبيت، ورح فرجيكم كيف منحضرها بالطريقتين، العادية أو اللي على شكل كرات. فيديو الليلة شوي أطول من غيره، خلينا نبلش سوا. رح نبتدي طبعا بالمكون الوحيد والرئيسي لهالوصفة واللي هو اللبن أو الزبادي. بدنا نحطه أول شي بأول مرحلة بقلب كيس للبنة، أو إذا ما عنا كيس للبنة عادي منحطه بأي قماشة قطن تكون نظيفة وما بتنوبر. رح نربط الكيس ونعلقه بالمطبخ لمدة 12 ساعة وحنشوف كيف دغري رح يبلش ينزل المي اللي بقلبه. طبعا كل ما يملى الجات اللي حطينه منفضيه من قلب الميات ومنكبهم. تاني نهار أو بعد مرور 12 ساعة تقريبا منلاحظ إنه اللبن صار جامد أكتر، ومشوف كيف صار قوامه ماسك على حاله، ولكن بعده بيحتوي على مي بداخله، وإذا عصرنا الكيس بيطلع مي. بهذه المرحلة صار فينا نسمي اللبن لبن مصفى، منشيله من الكيس منحطهم بقلب جات نظيف ومنحركهم شوي، منخلطهم شوي سوا حتى يرجعوا يتجانسوا، ومنرجع منضيف عليهم ملعقتين صغار ملح، وكمان مرة منحركهم كتير منيح. هلأ إذا وقفنا على هذه المرحلة بنكون حصلنا على اللبنة العادية، وأنا أخذت شوي حتى نرجع نشوفهم بآخر الفيديو. بس إذا بدنا نحضر كرات اللبنة أو اللبنة المدعبلة أو اللبنة المكعزة اللي هيك بنسميها بلبنان، بعد فيه خطوتين بدنا نعملهم. نرجع منرجع اللبنة بالمصفاي بمنشفة نظيفة، وهالمرة بدنا نشد عليها كتير منيح ونخليها بالبراد لمدة ليلة كاملة. ويستحسن انه نغير المنشفه كل ما نحسها شربت مي خلال هذه ال 24 ساعه، لانه بهذه المرحله اللبنه بتبطل فيها كميه مي كبيره، فبتبطل تنقط مي والميات بيعلقوا بالمنشفه. بنرجع بنخلطها شوي بس حتى ترجع تتجانس كلها سوا، ويصير علينا سهل انه نشكلها. لاخر مرحله تنشيف للبنه، واللي هي مرحله كتير مهمه حتى اللبنه ما تفرط معنا بالمرطبين ورح تضاين معنا السنه كامله بلا ما تعفن، رح نكور اللبنه، رح نعملهم على شكل كرات ونصفهم على صينيه فيها قماشه. طبعا ايدينا كتير نضاف، بنبلهم بشويه زيت حتى اللبنه ما تعلق بايدنا، وبنرجع بنكورهم وبنصفهم. هلا اللي رح يقلي ليش ما لبست جلوفز، طبعا فينا نلبس جلوفز بس اذا ايدينا كانوا كتير منيح نضاف، واذا نحن عم نعمل كميه قلنا للبيت ما لنا مشكله، وبالنهايه عيام جدودنا ما كان في جلوفز. هلا هيدي اللبنه اللي كورناها وغطيناها رح نخليها بحراره الغرفه بالمطبخ لكمان مده ليله كامله، وبهي الطريقه بنكون لاحظنا انه حتى نوصل لللبنه الكرات بدنا ننشف اللبن على ثلاث مراحل، يعني بدنا ثلاث ليالي. منجيب المرطبين الازاز اللي كتير منيح نضاف ما فيهم ولا نقطه مي، منعبي تقريبا نصهم زيت زيتون، ومنبلش نرجع نكور اللبنه عن جديد، لانه العين بتاكل قبل التم، فبنرجع منكورها عن جديد ليصير شكلها حلو، ومنحطها بقلب المرطبين. بدي اضيف شغله نسيت اقولها باول فيديو، انه انا بلشت بوزن 5 كيلو لبن، واخر شيء حصرت على تقريبا كيلو ونص من اللبنه بين اللبنه العاديه اللي تركتها واللبنه المكعزله او المدوره. ومن بعد ما نكور كل حبات اللبنه نرجع منعبي الفراغ الموجود بالمرطبين بزيت الزيتون. وبهيدي الطريقه بنكون تعلمنا اليوم مثل ما وعدتكم كيف نحضر اللبنه بالبيت. شوفي اطيب من ساندويتش لبنه بخبز المرقوق مع رشه زعتر وهالخضره وورق النعنع. بتمنى تجربوها لانه عن جد كتير اطيب من اللي بنشتريها، والف صحه.